بشكل إضافة قوية. نتوقع موسم مثير للغاية. أكيد. شوف إحنا خلينا نأخذ يعني نأخذ الأساس اللي ارتبط فيه العقود الكبيرة اللي مثل هذه، لاعبين على مستوى عالي، مدربين، أفضل مدرب في البرازيل، واحد من الأسماء الكبيرة في أوروبا اللي تختاره الأندية الأوروبية كي يكون إيش مدرب لها ويحضر المملكة العربية السعودية. أنا الحقيقة أشوف أن الأمر يرتبط بسياسة تبعها رئيس هيئة الرياضة من خلال إعلانه، لما أعلن وقال أنه المملكة العربية السعودية إن شاء الله خلال عامين أو ثلاثة أنها تكون إيش ضمن الدوري السعودي، ضمن أفضل عشرة دوريات. أشوف أنت ممكن تقول الكلام هذا إنشائي وتتركه، أنا بسوي مثلا أنا بهتم بالمدرب الوطني يخليه يعمل كذا، الدوري السعودي تكون من لكن أنت لما تواكب هذا الأمر بأساسيات تصنعها، أول أساسية صنعها الرئيس هيئة الرياضة إصلاح المؤسسة الرياضية. وإحنا لا ننكر أن إصلاح المؤسسة الرياضية عمل صعب وكثيرين حاولوا أنهم يعملون فيه بهذا الشيء وحتى وجدوا كثير من التناحرات الأمور. إصلاح المؤسسة الرياضية اللي نشوفه إصلاح اتحاد كرة القدم الآن، اللي يدير اتحاد كرة القدم منهم اللي يعرفون كرة القدم السعودية. كنا نعاني أن الإداري هو من يدير الاتحاد منك فيك. بعد يوم جانا أحمد عيد حتى احتفلنا بشكل كبير لأنه أحمد عيد خرج من رحم كرة القدم. الآن أصلح المنظومة الرياضية، أصبح من يديرها نشوف الأسماء كلها اللي موجودة كلهم من الأسماء الكبيرة اللي كنا نقدرها علما وثقافة وأداء وحتى على المستوى الوطني بالنسبة لأدائهم الكروي. إصلاح الأندية، إصلاح الأندية أنت ما تستطيع أنك تصل تكون ضمن أفضل عشر دوريات وأنديتك تعاني، وزي ما قال زميل أحمد أنه بعضها مهدد حتى بالشطب أو بالهبوط أو وغير يعني أمور أنت وصلت إلى نتيجة معها. الآن عرفنا أن ديون الاتحاد انتهت، ديون الوحدة انتهت، وصلنا إلى مرحلة معينة أنه لابد من مقومات أن يكون في دوري ممتاز يصل إلى المستوى العشرة، اني لابد اني ان الناس اللي تصل الى هذا الدوري تتعامل مع هذا الدوري وتشارك فيه كلاعبين او اداره فنيه، لابد ان يكون قيمه فنيه عاليه عشان يرفعون من اسمه. وهذا اللي قاعدين نشوفه الان، وشفنا في الهلال انه هذا المدرب اللي قيمته عاليه، وشفنا مدرب الوحده، ونشوف الاسماء كثيره حتى اللي تعاقدت مع الانديه قادرين على انهم يصنعوا نهج كروي سعودي ان شاء الله متفوق يقدم نفسه بشكل كبير ويكون ضمن الرؤيه اللي احنا الان متفائلين جدا فيها انها سيكون من ضمن افضل عشر دوريات. نعم. هذا المدرب اللي اعلن عنه الهلال قبل شوي كابتن فهد خميس، وش يقول؟ من اللي كان يفكر فيه؟ ريال مدريد. نعم. فعلا يعني هذا اعتقد إن صفقه كبيره جدا. ها لا كان ضمن الاختيارات فهد، كان لا كان من ضمن الاختيارات الانديه. نعم. في اوروبا، معلش عفوا على هالكلمه، كلام فهد صحيح، تضع دائما في تصورها الى خمس مدرب، بعدين تكون الدائره المغلقه على ثلاثه او اثنين، وكان ضمن الدائره المغلقه. هو ما تم اختياره، يمكن اثنين تفوقوا عليه، لكن لما تصل الى هذه الدائره المغلقه في الانديه الكبيره، الان مدرب توتنهام هو الان الاسم الابرز بالنسبه لريال مدريد، لكن اكيد مع ثلاثه اربعه. هذا كلام فهد صحيح، كان في فتره هو الموجود كلوب، لكن